موجز التربوية، أهلا بكم. اجتماع تشاركي نوعي بين وزارات التربية والإدارة المحلية والبيئة والمالية لمناقشة آلية صرف مليون ليرة سورية لكل مدرسة وتفويض مدير المدرسة بعقد النفقة الخاصة بها. وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد اهتمام الدولة بالقطاع التربوي، ولا سيما بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار ورجوع الأهالي إلى مناطقهم، ووجوب فتح المزيد من المدارس واستقطاب الأبناء، لافتا إلى أهمية توفير مبلغ ماليا يستطيع من خلاله مدير المدرسة بآلية معينة توفير مستلزمات المدرسة وتنفيذ صيانات بسيطة لمدرسته بما يتوافق الأنظمة والقوانين. تحضيرا للامتحانات العامة لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والمواد الكونية للثانوية الشرعية، وبهدف اطلاع الأبناء التلاميذ والطلاب على نماذج الامتحانات لدورة عام 2021 ليتمكنوا من التدرب عليها، طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة تعميم النماذج الامتحانية على مدارس التعليم الأساسي والثانوية العامة. للمزيد من التفاصيل يمكن الدخول إلى الموقع رسمية للوزارة. طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة التقيد بالدوام من قبل التلاميذ والطلاب في مدارس التعليم الأساسي والثانوية العامة والمهنية حتى نهاية العام الدراسي وفق التقويم والخطة الدرسية للعام الدراسي 2020-2021، وعلى مسؤولية الإدارات المدرسية والتوجيه الاختصاصي المشرف على هذه المدارس، وعدم قبول تبرير غياب الطلاب المرضى في الصف الثالث الثانوي الذي يتجاوز 7 أيام متصلة إلا بموجب تقرير طبي مصدق من رئيس دائرة الصحة المدرسية ومدير التربية. ختام الموجز، نلقاكم في نشرة 5:30. إلى اللقاء.